هل أننا ضد عمل المرأة أم لا؟ هنا نظريتان طبعا تفتوا إليهما. نظرية الأولى يطرحها الشيخ المطهري رحمه الله في كتابه نظام حقوق المرأة في الإسلام. الشيخ المطهري يقول في الأسرة تختلف المرأة عن الرجل، المرأة لها دور الأمومة، الرجل له دور الأبوة، اختلاف الدورين نتيجة اختلاف الفسيولوجي والسيكيولوجي بين الطرفين، فالاختلاف الطبيعي أدى لاختلاف الأدوار والمناصب داخل الأسرة، أما خارج الأسرة يقول هما متساويان. في خارج الأسرة هما متساويان في جميع المجالات ولا فرق بينهما، لأن كل منهما يمتلك العقل والإرادة والقدرة، فعناصر الإنسانية متساوية بينهما. بينما نجي نظرية أخرى، نظرية السيد الطباطبائي رحمه الله صاحب كتاب الميزان، يقول لا ما في فرق بين الأسرة وخارج الأسرة، إما أن الاختلافات الطبيعية لها أثر فلها أثر في الجميع، إما ما لها أثر فليس لها أثر في الجميع، إما أن تكون الاختلافات بين الرجل والمرأة في مجال البيولوجي، في المجال النفسي، في المجال السلوكي، إما أن هذه الاختلافات مؤثرة في اختلاف الأدوار والحقوق، إذن هي مؤثرة سواء على صعيد الأسرة أم على صعيد المجتمع العام، إما أن هذه الاختلافات لا أثر لها، فكما أن الرجل والمرأة متساويان خارج الأسرة هما متساويان أيضا داخل الأسرة، أما أن نحصر أثر الاختلاف الطبيعي في اختلاف الأدوار الأسري فقط دون الاختلاف في ميادين العمل الأخرى، هذا تفكيك غير منطقي بنظر السيد صاحب الميزان. إذن بالنتيجة نحن ماذا نقول؟ نقول لم يمنع الإسلام المرأة من العمل في أي ميدان من الميادين الذي تشعر أن هذا الميدان يلبي طموحها ويحقق غايتها ورغبتها، إذا حافظت على الأطر الشرعية التي لا توقعها في إثارات شهوية أو علاقات غير مشروعة. ولكن حتى تحصل على الإبداع من الطبيعي أن كل إنسان إنما يبدع في العمل الذي ينسجم مع طاقته وقدراته وقابليته النفسية. المجال مفتوح للمرأة في أي مجال، ولكنها ستبدع في المجالات التي تنسجم مع طاقتها أكثر من المجالات الأخرى. ولذلك إذا وضعت ضوابط، المرأة تشترك مع الرجل في العمل لا مانع، لكن إذا وضعت ضوابط تجعل العلاقة بين الرجل والمرأة في كل مجالات العمل علاقة تكامل لا علاقة تنافس لا علاقة ندية، سوف تحتفظ المرأة بقدرتها على الإبداع والخلاقية كما يحتفظ الرجل بقدرته على الإبداع والخلاقية بينهما.